كيف يعني ما انا موجوده؟ وين لهلا؟ فكرت انه اخذينا من المدرسه انور بيك، انتوا ما قلتوا لي شيء. ليش ما بتعرفي اني مسافر؟ لا. طيب انت ما بتقولي لحالك انه هي الطفله بعد ما رجعت على البيت لحد هلا؟ فكرت انه رحتوا مع بعض. هي عدم مسؤوليه يا جمانة، معقول هالحكي؟ مزبوط يا بيك. ما اتصلوا من المدرسه؟ لا انور بيك، اني ما اتصلوا ابدا. شو بدي اعمل يا ربي؟ الو، نعم. مرحبا، انا انور اغصال. مساء الخير انور بيك، كيف صحتك؟ الحمد لله ماشي الحال، بس انا كنت بدي اسالك عن نيفين. كثير اسفه مشان اللي صار اليوم انور بيك، بس انا بوعدك ما يتكرر هذا الشيء ابدا. شو اللي صار؟ ليش مدامتك ما خبرتك شو اللي صار معنا؟ لا انا كنت مسافر وما حكينا مع بعض. اليوم رفقات نيفين الجداد زعجوها شوي بالصف، بتعرف اول يوم وهي لسه ما تعودت. ونحن اتصلنا بحضرتك وكان موبايلك مسكر، بس مدامتك اجت فورا واخذتها لنيفين. بس هيك؟ هيك صار. مرحبا. اهلين. مالك ما اجا؟ لا. ما مر اليوم؟ اليوم ما مر. لا. ملك، شو المشكلة اللي بينك وبينه؟ ما في شيء مهم. القصة نفسها مثل كل مرة. بس حاسس إنه المشكلة كبيرة. غير كل مرة. جدية. مو لهالدرجة. أعطيني شي كاسة. طيبة ما هيك؟ ايه كتير طيبة، تسلم ايديكي. ساعتين بطوطة. قالت بطوطة؟ ايه طبعا، مو هيك بدكم؟ خلينا ريمان دائما نسوي يلا بطوطة رز بحليب. هو يطلب وانا جاهزة. ها؟ أنور بيك، شو هالمفاجأة؟ تفضلي لجوا. شكرا لك. شهرزاد هون؟ لا ما إجا لسه. نيفين؟ هو هون. شهرزاد بعد ما أخذوا نيفين من المدرسة جابوا البيت، بس اضطر يروح المكتب بسرعة كمان، في عنده شغل ضروري لازم تسلمه بكرة. نيفين منيحة؟ تفضلي فوتي شوفيها بعينك. تفضلي. كينان؟ بابا؟ يا حبيبي. كثير اشتقت لك. نيفين تعال تعال تعالي. اعطيني بوسه. هي احلى نيفين بالعالم. انا سميتها بطوطه. بطوطه. بتعرفي؟ عن جد ما كنت عارفان انه شغل الجرسون صعب لهالدرجة. برافو عليكي، كل ليلة كل ليلة بتشتغلي نفس الشغل. اي هذا ولا شيء، تعبي اخر الاسبوع وشوف عجقة الشغل وقتها. شي بجنن. شو رأيك نروح نسهر انا وياكي؟ خلصنا. انا قلت لك من الاول لا تحاول، ما رح اطلع معك. ما في امل مني، انت ما بتفهم. لك شو قصتك؟ لا انا راسي يابس. طيب انت حر، انا لازم امشي. دقيقة، انت ليش عم تساوي هيك؟
ليك اترك ايدي، خلص اتركني بدي روح. منروح سوا على شي محل، يلا رح اضيفك قهوة بالمصاري اللي طلعتهم اليوم. اذا كنت مو بحاجتهم، في ناس هون كتير فقرة، عطيهم ياهن تكسب ثوابهم. تصبح على خير. يا رزان الله يوفقك. يعني شو لازم اعمل لحتى ترضي انه نصير اصدقاء وتصيري تطلعي معي؟ ممكن تقليلي؟ انت غير كل البنات اللي عرفتهم، انا بحترمك كتير، انت بتهميني. برافو، بلشنا بحركات التطبيق. لا انا عم احكي جد، ليش ما عم ترضي تطلعي معي؟ معقول لهالدرجة ما بنطق؟ اسمعني منيح مالك، اذا مرقنا موضوع الغنى تبعك بضل في موضوع تاني ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس نحن قرايب مالك. كيف قرايب يعني؟ انت ابن خالة اخي، ولو كان اخي ابن امي وابي كنت انت ابن خالتي. ابن خالتك؟ انت شو عم تقولي؟ كرم اوغلو ما بيكون اخوك؟ ايه عفوا مو اخوك، ابن خالتك مثلنا تماما. شو عم تقولي؟ تعي لهون. يعني ما بتعرف؟ شو اللي بدي اعرفه رزان؟ كرم اوغلو بيكون اخي. رزان انت عم تكذبي. اذا بدك سأل مرت اخوك منى. خلص مالك، ما بدي اشوفك مره ثانيه، وفرصه سعيده. عندك ولدين عم يستنوكي بالبيت وانت لساتك عم تشتغلي لحد هذا الوقت. مظبوط، تاخرت عليهم. احيانا بحسك طالعة من شي قصة خيالية. ليه؟ لانك انت مثل الملائكة، واليوم حضنتي بنت بكيت بالمدرسة. اتصلوا فيك ما لاقوك، قاموا اتصلوا فيني، هذا كل الموضوع. مو بس بحبك، انا بعشقك كل يوم يا شهرزاد، واحترامي الك عم يكبر. كل ليلة بشكر ربي لانه خلاني التقي فيك يا شهرزاد. عن اذنك انور. حتى نيفين اللي هي كانت سبب تركك لإلي ضميتيها لصدرك؟ مو نيفين السبب بتركي إلك يا أنور، تصرفك اللي كان سيء مع أمه واللي مستحيل أقبل فيه. صباح على خير. شي بخوف نيفين، اليوم رح يكون احسن بكتير. ماما عم قلك سميتها بطوطة. طيب انا بعتذر، بطوطة. بس ما حدا بيحبني بالمدرسة وما حدا بده ياني. لا ما بصير هذا الشي، لساتهم ما بيعرفوكي حبيبتي، من شان هيك انتي خايفة. اصبري شوي. بطوطة قديش حلوة هالبطوطة. شو؟ ريحتك كتير طيبة مثل ريحة أمي. بدك تفهمني ليش شهرزاد وكنان مو موجودين بالبيت يا أنوار؟ بترجاكي أمي. اللي وينهم هلا؟ احكي لي شو اللي صار. ما صار شي أنوار. أمي يلا خلينا نروح نفطر. صاير شي؟ أكيد صاير شي، مشان هيك لأنه شهرزاد مالن هون. تشربي عصير برتقال؟ ممكن تجاوبني على سؤالي؟
عم قول كل هالفترة ليش ما حدا منكم اتصل فيني أو سأل عني. تفضلي عدي واشربي عصير بردان. ما راح أشرب. ممكن تجاوبني ولا لشو؟ أنا بحكي مع شهرزاد وبفهمنا شو الموضوع. أمي لو سمحتي خلص اهدي حطي تليفونك بالشنطة وقعدي. بلا أكيد معناته صاير شي منيح بينك وبين شهرزاد وما بدك تقلي أنا. إيه صار؟ شو عامل؟ شوفي أنت شو عامل؟ شو عامل؟ دائما بتحطي الحق علي قبل ما تعرفي أي شيء. عم اجوا الأقزام أخذوا ابن بطوطة لعند الملك. ملك الأقزام بس شافهم قال لهم لا تخافوا منه لأنه ابن بطوطة رح يساعدكم. نيفين ها اجوا رفقاتك اللي بالصف مبارح تعرفتي عليهم ما هيك؟ مرحبا يا أولاد. مرحبا مرحبا مرحبا. نيفين رفيقتكم من إلا بطوطة ما هيك كنان؟ طلعي ليكي قديش حلوين شعرات رفيقتك. شكرا كثير. شو اسمك انت؟ رولا. رولا؟ قليلة لرولا مرحبا. مرحبا. اهلا فيك نيفين. هاي بتكون امك؟ مثل امه. وهذا ابني واسمه كنان. مرحبا, مرحبا كنان. مرحبا كنان. بطوطة الحلوة ما في منا كثير رح تحبوها. أنا اسمي سارة وبقروا لي سرسورة. مالك شو عم بيصير معنا؟ تركنا بعض وما عندي خبر؟ ليش نحنا كنا مرتبطين لحتى نترك بعض؟ كيف ما كنا مرتبطين؟ لا تجنني مالك. شو الشيء اللي كان بيناتنا لكان؟ ملك نحنا بمكان شغل لا تعلي صوتك. هلأ الكل بيسمعونا بدك تهدليني انتي؟ ويسمعونا كثير فارقة معي؟ مالك عم قلك جاوبني على سؤالي. عندي شغل مالي فاضي لك. شو قصدك ما كنا مرتبطين؟ يعني ما كان في بيناتنا علاقة؟ كان في علاقة مو ارتباط. شو يعني هالكلام؟ هي الحقيقة. نحن كم مرة تخانقنا مع بعض يا ملك؟ كيف؟ كل الناس المرتبطين بيتخانقوا مع بعض وبيرجعوا بيتصالحوا من جديد. طيب لحظة فيك تقولي لي انت شو اللي بيعجبك فيني؟ ما كنت تسأل هيك من قبل. في شي وحدة تانية بحياتك؟ مالك لا تخليني صريخ بين الناس. اذا في وحدة تانية قلي وانا رح خليك تنساني. فيه هديك البنت الجرسون. عم تمزح ما هيك؟ عم تحكي هيك مشان تضايقني؟ ملك انت قلتي لي بدك تعرفي في ولا ما في؟ لو سمحت ما تكذب علي. قلت لك في. شو ما عم تفهمي شو عم قول؟ نيفين هلأ كتير مبسوطة أنور بيك ووضعها كتير منيح. شو القصة مبارح متضايقة واليوم منيحة؟ والله ست شهرزاد خلال دقيقتين خلت نيفين تتقرب من كل رفقاتها. وهلأ نيفين عم تلعب معهن وعم بيغنوا له بطوطة يا بطوطة. هي كتير حنونة. بيجي لعندكم؟ مو مهم ما في داعي تجي لهون. ممتاز. إذا صار معكم أي شيء اتصلوا خبروني. طبعا أنور بيك لا تاكل هم أبدا. شكرا لك. أهلين. تفضلي شاي. هاني مو جاي اليوم؟ تيجي بعد المعهد. ما بعرف انه عنده معهد هيك مفكرة. بس كنت حابب اشكرك لكن للاسف ما سمحتي لي. ايه
شكرا أنوربيك. ما بدي أعرف شيء. شوف شهرزاد، لازم تعطي فرصة لأنوربيك يشرح لك اللي صار بالتفصيل. بدل ما يشرح لي ويعتذر مني يروح يصلح وضعه الغلط مع بنته بالأول. يا ناريمان، شفتي حالتها؟ شهرزاد، أنت حبيبتي، أنا ما في إلي هذا غيرك. ما بعرف شوف دموع بعيونك، والمفروض هذا المشكلة لازم تلاقي له حل. أنت تقرر، يا بتروح وبتحكي معه بتقول له تنفصل، أو رد علي على التليفون. طيب رح أتصل فيه بس مو هلأ المساء. منيح؟ شو يا أنسي؟ لسه ما لقيته؟ موبايله لساته مشغول، رح حاول أحكي معه على تليفون تاني. ايه ست منيرة، كرم بيك، في شخص اسمه سميح وطالب انه يشوفكم، بتحب تقابله حتى نبعث لك اياه؟ لا لا تبعتوه ابدا. مثل ما بدك. الو، السيد سميح لساته عندي؟ لساته. كرم بيك بالاجتماع. فهمت ست منيرة، هلا بخبره. كرم بيك عنده اجتماع سيد سميح، ما رح يقدر يشوفك هلا. ما بدي اشوفه من شاني انا، بدي اشوفه من شان بنتي. لو سمحت لك يا استاذ، لو سمحت. انا مالي من معجبينه لكرم اوغلو، بدي اقول له كلمه واحده، كلمه واحده بس يا استاذ. لو سمحت يا استاذ، روحي تريد لورا، تركوني ولا اذا بتريد، ولا تفكركم انا محتاج لهالشركه العظيمه. هلا صار كرم زلمه وما بيرد على حدا. يا استاذ لا تصعب الموضوع. لو سمحت اخص عليك يا زمن، هلا كرم صار يتحكم فيني. ست منيرة، خليهم يبعثوا لي السيد سميح على مكتبي. طيب كرم بيك. قالوا الاستقبال. طيب فهمت ست منيرة، ماشي ماشي، يلا تفضل لعند كرم بيك. ممكن تعطينا هويتك؟ ليش شو علاقتك حتى اعطيك هويتي؟ هويتي ما بعطيها لحدا، واذا اضطر الامر رح استنى برا. يا استاذ لو سمحت. طيب فهمت، تفضل فيك تدخل. تفضل. اخر مرة بيجي لهون، أول وآخر مرة. بسيطة، ما بدك تقابل أبوك؟ معك حق، بس انك تخليهم يمسكوا ختيار مهرهر مثل حكايتي وتوصيهم يرموه برا، يا عيب الشوم. مين مسكك؟ ولو قلت لهم يقلعوك كيف انت هون؟ ما بعرف، بلكي غيرت رايك لتشوف الحاله اللي وصلت لها وتنبسط لك شوي. كرم بيك لا تخاف، هي اخر مره بيجي بحياتي لهون، ما رح تشوفني مره ثانيه، اصلا جاي غصب عني. طالما معذب حالك وجاي لهون معناتها اكيد في شيء. في، اذا ناوي تعطيني دروس بالعواطف انا مو ناقصني ابدا، بس مجبور اتعامل معك لانك انت ابي. لو انا مثل مفكرني ما وصلت لهون، بس انت ما رح تفهم، يمكن كانت حياتي كتير مختلفة. شوف يا ابني، انت فيك تفكر فيني وتقول عني شو ما بدك، ممكن اعذرك على اي شيء بتقوله بحقي وفيني سامحك، بس رزان لا، بتخلي هذا اخوك ابن خاتك شو ما كان يبعد عنها.
وما عاد يقرب منها منوب. شو؟ مين هذا ابن خالتي او اخي؟ مين هو وشو ما بيهم، بس اللي بعرفه كتير منيح الزلمه اللي بده يلمسها لبنتي بخنقه بيدي هدول. لحظه استنى، طبوا لازم نكون خلصنا تمديدات الصحيه والكهرباء. هذا كل شيء بدي اقوله، اذا بدكم فيكم تروحوا على شغلكم هلا. ماشي يلا يا شباب، كل واحد على شغله. حاضر. ماشي. مرحبا شهرزاد. مرحبا. في مجال نحكي شوي هون؟ اذا بيناسبك. اذا الموضوع ما كثير مهم خلينا نحكي هون، مشغولة كتير. فهمت. الظاهر انه حتى شغلك صار اهم مني ومن حكي. لا انا ما هيك كان قصدي، اذا بتستناني لحتى. لا ما في داعي، خلص نحكي هون. فعلا حق معك شهرزاد، اذا ما في ثقة بيناتنا مستحيل يكون في حب. حق معك لأنه فجأة طلع قدامك بنت وقالوا لك هي بنت أنور. أنور أنت بتعرف أنه البنت مو هي أصل الموضوع، الموضوع هو أم البنت مو البنت الصغيرة. بس لازم تعرفي أنه أم هي البنت يا شهرزاد خانتني. هلأ قلنا أنه إذا ما في ثقة مستحيل أنه يكون في حب أبدا، مو هيك رأيك أنت؟ منال خانتني مع واحد تاني شهرزاد، وأنا عانيت كتير لحتى قدرت أتخلص من هاي الأزمة اللي عملت لي إياها. عم تفهمي؟ أهلا وسهلا حبيبي، عود افطار معنا. لا شكرا. خير من عبكرة الصبح؟ جيت أخذك. لوين؟ خلينا نروح أنا وياك سوا على المشروع، وبالطريق بنحكي مع بعض. بس أنا ماني رايح على المشروع، بنحكي هون. يلا بسرعة خلص فطورك. طيب ليش ما تقعد معنا وتحكي معه هلا يا كرم؟ ولا ليكون في شيء ما بدكم تحكوه قدامي؟ ما في غير الشغل بس. خلصت؟ شرف. ماشي. كرم اللي شباك. مو من شيء قليل كنت أحقد على النسوان وما أوثق فيهم أبدا. من قبل كنت حبهم وكنت احترمهم، بس هن اللي خانوني يا شهرزاد. انت بتعرفي شو معنى الواحد يتعرض لخيانة كبيرة من المرة اللي كان بيحبها؟ كنت رح اتزوج انا وياها، وكنت مستعد انه اقدم لها عمري كله مشان اسعدها وخليها مبسوطة. فجأة صار عندي ظرف طارئ، مشروعي اللي بروسيا، وكان لازم روح لهنيك. ما كنت حابب روح بس كنت مضطر، لأنه إذا ما رحت ممكن إنه الشركة تخسر المشروع. اضطريت روح، ركبت الطيارة وسافرت. لما وصلت قلت لأطمن على منال لأني كنت مشتاقة كتير. كانت كتير مبسوطة، استغربت حتى ضايقت منها. ليش مبسوطة؟ أنا مسافر المفروض تزعل. فقررت أني أرجع لهون، ما عاد هممني لا شركي ولا أي شيء. المهم أعرف شو صاير، حتى أني شكيت فيها. الصبح كنت هون بالبلد، فورا رحت على البيت. لما وصلت قلت بلا ما ادق الباب مشان ما ازعجها لانها بتحب تفيق متاخره. ما كان لي قلب فيقها او ازعجها من نومها. فتت على غرفتها
فكرتني رح شوفها غفياني. قلت هلا بتفرح لما تفيق وتشوفني عامل قهوه وقاعد قدامها. انور بكفي لبقى تكمل. فتت على غرفتها وكل فكري انها غفياني وعم تشوفني بمنامها، بس للاسف لقيتها نايمه مع واحد تاني. هذا الواحد عرفتني عليه بشي حفله، بس بصراحة أنا كنت حاسس إنه هالرجال كان معجب فيها، وهي بحركاتها كانت تقلي إنه معجب فيني، بس كنت طنشها لأنه كنت مفكر إنه بده ياني غار، وإنه الشغلة هي بسيطة، بس طلعت مو سهلة. منال انهارت لما شافتني، مو لأنها خانتني، بالعكس لأني شفت خيانتها بعيني وقريت هالشي بعيونها. يا ريتني متت يا شهرزاد ولا شفتها. تعرفي يلي بدي قلك يا إنه حتى هلأ بعد ما عرفت إنها توفت مستحيل أقدر سامحها على اللي عملته معي، لأنه هاي المرة خلتني أفكر بالانتحار لمدة أسبوع وأنا كنت رح أعملها. بعدين هي ما اجت مشان تعتذر وتقلي انا ندمانه، اجت لعندي مشان تقلي انا حامل. نيفين يمكن تكون بنتي ويمكن لا، ما بعرف، بس مكتوب هون. وبصراحة انا ما بيهمني شو ما بتكون الحقيقة لاني قبلت هالبنت، بما انها هي مصدقه اني انا ابوها وما في حدا غيري. انا ما فيني دمر حياه بنت يتيمه ما لها عيله وما لها ام، مستحيل اجرح مشاعر بنت صغيره. يعني اذا قبلتي او لا، نيفين من هاللحظه صارت بنتي، ونتيجه التحليل ما بتهمني، بس يمكن تهمك. يا ريت تاخدي هالظرف وانت تعرفي الحقيقة. أنور، أنور ممكن تستنى دقيقة؟ ملك؟ ملك وينك انت؟ شو بك حبيبي؟ قولي لي شو بك؟ مرضانة؟ منى انا كثير متضايقة وتعبانة. مين اللي مضايقك؟ قولي. مالك خنقته مرة تانية؟ مالك تركني. سألته إذا في وحدة تانية، طلعت عيوني بكل وقاحة وقال لي إيه، ما في وحدة غيرك بحياتي. وقال لي كمان ما عاد بدي إياكي. مين هي؟ وحدة بتشتغل جرسون. الجرسونة؟ أنا بعرف إنه صار له زمان ركض ورا هالبلد. لا تخافي حبيبتي، ما في شي من هاد، أنتي عم تتوهمي. مو معقول يحب وحدة جرسونة؟ بلا منى، أنا متأكدة إنه بيحب. شو هالمسخرة؟ أكيد هو عم يساوي هيك مشان تغاري. منى أنا كثير بحبه لمالك. كثير بحبه. وهو كمان بيحبك يا هبلة. بس أوقات بيلعب بديله وبصير يعمل مثل كل الرجال. خلص حبيبتي. خلص كل شيء رح يتصلح. رزان بتكون اختي، عم تفهم؟ هي اختي، لازم تبعد عنها. ليش؟ هي اختك ما اختلفنا، بس هي مو اختي. مالك، ما بدي اياك لا تحكي معها ولا حتى تشوفها. انت شو عم تحكي؟ مو ناقصني غير اخذ رايك كمان بخصوصياتي. مالك لا تزعلني منك، انا ما بدي اتواجه انا والزلم اللي كان سبب موت امي ولا حتى بدي اشوفه. انا ما دخلني لا فيك ولا فيه، ولا دخلني بقصصكم.
أنا بحبها لرزان يا كرم. عم قلك أنا بحبها. بتحبها؟ أنت شو بفهمك بالحب؟ أنت واحد بتتعرف على النسوان وبسرعة بتمل منهم وبتتركهم، وما رح اسمح لك تلعب برزان يا مالك. عم تفهم؟ كرم أنا كتير بحبها، أنت ليش ما عم تستوعب؟ هي أول مرة بحياتي بتعرف على وحدة وبحبها لهالدرجة يا كرم. هي البنت مختلفة كتير. أنت على طول بتقول الكلام، بس هالمرة الوضع مختلف. أنت لا بينوسق بحكيك ولا بحبك أبدا، هيك من يوم يومك بس تمل من الوحدة تهرب بسرعة وحتى ما بتطلع وراك. أنت مو همك العشق والحب لأنك ما بتعرف عنهم أي شيء. بس أنا بحب رزان وبكرة بتشوف أني ما عم أمزح. ولك حاجة بقى، رزان مو من طينتك، بدك تبعد عنها، فهمت؟ ما في قوة بالعالم تقدر تبعدني عن رزان، عم تفهم؟ أنا بحبها، بحبها وما رح أتركها. وأخيرا انصرفنا. يلا باي. يلا باي. أنا هون. مرحبا حبيبتي. بس أنا حابة ضل هون عندك. شو يعني بدك تاخذني غصب عني؟ لا تخافي، أنا رح أخذك إجازة، ما حدا رح يجبرك على شيء. ماشي، هاتي شنطتك، خذ السترات، يلا روح اركبي. حكى لي كل شي عنه وعن خيانته لإله وكل شي عملته فيه. بصراحة كتير ظلمته. ليش عم ساوي معه هيك؟ لأنك أنت وحدة عنيدة ومتسرعة يا شهرزاد، ودغري صايرة عم بتعصبي بدون ما تفهمي شو اللي عم بيصير. أنا بصراحة حاسة بهالشي، صايرة عم بزعج اللي بحبهم. الحق مو عليكي، لا تلومي حالك، هي الشغلة مو سهلة. المشكلة إنه في بنت صغيرة بالنص. تعرفي إنه أنور معه حق بكل شي عمله؟ هلأ لحتى فهمت، بس كتير تأخرت. لا ما تأخرتي، شو هالحكي؟ لا تأخرت، وفوق هالشي ظلمته لأنور بعد ما إجي لعندي وطلب مني المساعدة. سكرت بوشو الباب، مع اني انا مو هيك. ولا يهمك شهرزاد، كل شي بيتصلح مدام حابة ترجعي له بسيطة. شلون بده يتصلح بدون ما يسمعني؟ حتى على تليفوناتي ما عم يرد. هي الحمد لله البنات كتير مناح ومبسوطين كتير لأنهم شافوك. لو تعرف قديش مشتاقت لهم وما ننسى دائم تشوفهم. بكرة بتشوفيهم وبتشبعي منهم. امتى رح يجي بكرة؟ طيب امتى بجيب لك البنات؟ يلا قومي نتعشى. كل ما بكرت بكون أحسن. معناتها شو رأيك منفطر بكرة سوا؟ أهلا وسهلا، كتير منيح. البنات رح ينبسطوا. لا تتأخروا علي. ماشي بخاطرك. مين كنت عم توعد؟ ليش ما عم ترد علي؟ عم قلك مع مين توعدت. يا حلوين، بكره رايحين نعمل سيران بياخذ العقل وراح ناخذ امكم معنا. عنجد؟ يا سلام. لكن بكره رح نشوف ماما؟ اكيد بابا. ايه كمال، شو رايك بكره نطلع مشوار سوا؟ ما بقدر. عايدة هاتي الشربة بنت. ليش؟ مو بكرة عطلة؟ شو حتى يوم العطلة مشغول؟ عمي والله ضايق خلي الله يوفقك. إله
أنا وعدته للبنات، بكرة رح أخذه لعند أمه. شبكي مروة؟ هو ما حكى شي غلط، من حق البنات إنه يشوفوا أمهم يقعدوا معه. وهي أمهم إمتى رح ترجع على قيصري؟ أنت شو دخلك؟ إمتى ما بدها ترجع ترجع؟ يلا يلا حاجة بقى، يلا بلشوا. فتون شو بكي؟ ليش عم تبكي؟ لأنه كتير مشتاقة لبناتي. يا الله شو مشتاقة لهم، ما كنت بعرف إنه الضنا غالي هالقد. هاي بكرة رح تشوفيهم، حاجة تبكي بقى. بس المسا رح يرجع ياخدهم. لك احمدي ربك اللي خلوكي تشوفيهم، منيح انه بيت حماكي عندهم شوية ضمير، يعني لو ناس غيرهم ما بيأرجوك اياهم لو بتطلع عيونك. لو بتعرفي قديش ندماني، وبصراحة انا غلطت، بيتي خربته بايدي ونزعت حياتي. كأنكن آليين بطاطا، شميت ريحتها. إلنا ساعة ناطرينك، يلا تفضل عود وخلصنا. شو هاد الله يكفر الستات يا سلمة. مرحبا. أهلين صغير. كيفك؟ شو الشعرات الحلوين؟ بس مو أحلى من شعراتي. بعرفك على هاني، رفيقي بالشغل. أهلا وسهلا، أنا ميسون. تشرفنا. كله ببلاش. نشرب شي، شو رأيك؟ أنا ما عندي مانع، شو تاخذي؟ ما بيهم، جيب شو ما بدك. طيب، جيب لك شي معي؟ شكرا، أنا معي. بينتظري؟ يوسف لسه ما اجا، معقول ما يجي يعني؟ يا أكبر شناء، خلصنا هلا بيجي. ما حبيته. كبيرة لا ما حبيته. صحيح ما استغربت. بس برافو عليك، عرفانة شو تعملي. بلا عن جد؟ هلا اسمعي. منيحة؟ ايه منيحة تسلموا. بس طبعا ولا وحدة رح تشوفيني يعني طبعا. كل مرة يتمساوي. المهم اخي عم ننبسط، هذا اهم شيء.